يعني بعطيك مثل سوري انا بس انه مثلا لما نتكلم عن الغفران وعاده الغفران يعني بيتطلب يعني في ثمن دفع الثمن واحنا بنعرف انه كل القضيه في الكتاب المقدس بقودنا نحو الفداء بس بتحكي مع اي شخص اخر بقول لك هذه قدره الله هو اللي يعني كن فيكون خلاص لكن مش من نابعة عن عمل إلهي فالصفات نفسها هي مجردة مش مش واضحة بالنسبة لذهني هلا طبعا لغة أتباع الوحدانية المطلقة إنه ليه الله ما يؤمر بالغفران من غير ثمن ليه لازم صليب ليه لازم كفارة ليه لازم ضحية ليش لازم المسيح يتألم الله قادر على كل شيء يؤمر مغفور خطايا يعني. شو المشكلة بهاي المشكلة فيها انه بصير في مساومة مع قداسة الله وبره نعم يعني انت على المستوى البشري اذا اذا في مجرم قتل ضحيه قتل بريء ومثل امام القاضي وقاضي قال انا عندي القدرة وعندي المشيئة انت معفي عنك معفي عنك باي باي الله معك شو شو بنقول عن القاضي هذا بنقول عنه فاسد؟ والعدالة العدالة فاسدة كم بالحري الله مم. الله ما بيمشيها ما بيمشي الخطية لو كان الله هيك بيعمل ولا يرتشى ل... لا يرتشى وبعدين كيف ممكن نثق باله مثل هيك ما عنده عدالة ما عنده مبدأ ما عنده قداسة اذا مم. كان بيمشيها مم. لكن هو شوف المعجزة معجزة رسالة الانجيل هي هيك كيف ممكن لله ان يبررنا ويبقى بار مم. شو هي شو الطريقة هاي المعجزة مم. حتى كان يصفح عن الآثام بالعهد القديم باستمرار لدرجة صار الناس يشكوا بنزاهته، مم. معقول ضل يسامح يسامح بس مش عارفين إنه الفاتورة جاي الكريدت كارد راح يندفع مم. على الجلجوز على الصليب مم. فإجا فصار موت المسيح بيقدم كفارة بسميه المسيح بروميا 3 مم. 21 ل 25 مم. كفارة بدمه للصفح عن الخطايا السالفة لكي يكون الله بار ويبرر الذي يؤمن لاحظ المعجزة هون أنه يبرر ويبقى بار لكن الثمن باهظ ما مشاها هو دفع الثمن بنفسه هاي معجزة الإنجيل فقط الله بيقدر يعمل هيك احنا بنقدر نعمل هيك مستحيل مين فينا عنده القدرة يعمل هيك